السلام عليكم. النهاردة أول حلقة من برنامج ألعاب أطفال. هنصمم كل يوم لعبة جديدة تهم معلمة رياض الأطفال ومعلمة الحضانة وطالبات رياض أطفال. أول حلقة النهاردة هتكون عن تصميم لعبة ذات مناظر متحركة أو ما تسمى بالبوب أب ستوري، بوب أب بوك. اللعبة أو القصة بتعتمد على الدمية المتحركة زي اللي قدامك دي بالظبط. لو فتحتيها بالشكل ده بتظهر قدام الأطفال مشاهد متحركة، تقدري تكتبي النص بالشكل اللي انت عايزاه، تكبري الخط علشان التآزر البصري، علشان تمييز الكلمات بالنسبة للأطفال. الطفل بينجذب للكتاب بدل ما هو قاعد قدام اللابتوب أو الكمبيوتر طول الوقت، فالقصة دي هترجعه تاني للكتاب الورقي. فيها جاذبية، فيها تشويق، فيها عروسة متحركة. اي قصة تعجبك كمعلمة تقدري تاخدي المشاهد بتاعتها وتعمليها بنفس الكيفية، هتكون اكتر جاذبية للاطفال في ركن القصة، في ركن المكتبة، وتقدري كمان تفعلي ركن الفنون. هنبدأ النهاردة اول تصميماتنا عشان اعمل قصة ذات مناظر متحركة زي الموجودين قدامنا دول. القصة دي بتحتاج كل مشهد ورقة في الحجم ده، بتكون ورقة قوية حجمها قوي، خشنة الملمس من الامام. كل ما كانت الورقة دي قوية كان افضل، كل ما كانت ضعيفة المشهد ما بيثبتش. بتتني كل ورقة اتنين، لو انا عايزة اعملها حجم كبير بنفس الشكل ده كل ورقة بتعمل لي مشهد واحد، ودي اول خطوة ان انا ده المشهد بتاعي بيبقى اللي هو بيبقى بالشكل ده اللي بيديني الحركة دي. فانا مش هعمل الحجم الكبير دوت لانه هيحتاج مني مجهود كبير ورسم كتير، لكن هستخدم ورقة نفس الشيء لكن اقل حجما، نفس الورقة اهيت لكن حجمها اقل، قوية. بتنيها من الوسط، بمسك مسطرة معدن واعمل كده تمام علشان خاطر اطمئن على الحركة بتاعتي. ببدأ ارسم المشهد. لو انا برسم حديقة بتبقى الارض هنا هي اللي خضرة وفوق هنا السماء بنفس الطريقة دي. ما برسمش اشجار هنا او برسم كائنات هنا لانها هتتني، هيبقى جزءها مثلا الجزء هنا ما ينفعش، لازم الشجرة تبقى واقفة. فالافضل للبنت ان انت ترسمي مساحات خضرة وسماء زرقاء وبعد كده تثبتي المشاهد زي ما انت عايزة. هبدأ اول خطوة ان انا ارسم، ومش محتاجة ابدا ان انا اكون فنانة او ان انا بعرف ارسم ابدا، انت محتاجة تعملي مساحة خضراء ومساحة زرقاء عشان اعمل سماء. تقدري تستخدمي الالوان الطباشيرية، وتقدري تستخدمي الالوان الشمعية، وتقدري تستخدمي كمان الالوان الخشب، ولو انت شاطرة وبتقدري تستخدمي الالوان المائية ممكن كمان. هستخدم الوان خشبية، دي الوان طباشور اهي. هعمل كده، شوفي الورق اللي هو الخشن بيديني التشبيحه دي، ودي بتبقى شكلها جميل كانها حشائش طبيعيه بالشكل ده. وطبعا خلي بالك الالوان الطباشيريه بتوسخ شويه، فلازم تحافظي على ان ايدك تكون نظيفه طول الوقت، لكنها هي بتدي نتيجه مذهله. اخضر فوق شويه كده بحيث ان الحديقه مفروض من المفترض عشان تعملي التحام ما بين الازرق وما بين الاخضر. اهو انا مش بعرف ارسم، والرسم مش هوايتي يعني، لكن اهي بمنتهى البساطه كمل تلوين وبمسك الازرق وبشتغل كده. وانت حره بقى شددي اللون في مكان، خففيه في مكان على حسب انت عايزه ايه. الشكل ده كده تقدري تعملي سحب لو انت عايزه تسيبي فراغات بيضه زي ما انا عملت كده. طول الوقت بنضف ايدي عشان ما بهدلش الرسوم. عايزه اخففها شويه او اخفف اللون شويه، امسكي اللون الابيض وامشي عليه كده. الجهة التانية
عندي خلفية لسماء والأرض بدون ما أكون فنانة وبدون ما يكون عندي براعة في الرسم والألوان ولا أي شيء. بحاول بقدر الإمكان طول الوقت أنظف إيدي علشان المشاهد تفضل نظيفة. يجي بعد كده دورك في وضع الشخصيات، يا إما إنك تستعيني بقصة جاهزة، يا إما إنك عندك في مخيلتك القصة تقدري تعمليها. بتعرفي ترسمي أوكي، ما بتعرفيش ترسمي هاتي مشهد لقصة وشفي. يعني أنا شخصيا ما بعرفش أرسم، بقيت أشف الشخصيات، بستخدم ورقة الكربون وبشف الشخصيات اللي أنا عايزاها وبجسمها وبقصقصها وبلزق الشخصيات اللي انا عايزاها. وممكن تجيبي زي كده رسوم ملونة وتلزقيها على ورقة مقواة وتقصيها، برضو هتديلك نتيجة كويسة. يجي بعد كده لزق الشخصيات، بتكوني رسمة شخصياتك ومجهزاها ورود، وكل ما كترتي في الشخصيات كل ما كان الاختيار عندك افضل وكل ما كان عندك احسن. يعني اشجار، كمية من الشخصيات انا مجهزاها عشان طبعا مش هقعد ارسم ولون. هنيجي بعد كده لعملية تعليق الشخصيات على المشاهد. عندي مجموعة من الأشجار، منها الطويل منها القصير، عندي مجموعة من الكائنات كبيرة وصغيرة، طائرة وزاحفة وما إلى ذلك. فهبدأ الأول أول حاجة أهندس أو أوزع الشخصيات بتاعتي على المشهد. عندي شجرة زي كده طويلة، فأنا زي ما قلتلك أنا عايزاها تكون هنا. فاكرين الخط بتاعي، خط البدايه هنا، القطع بتاعي هيكون من هنا. انا عايزه الشجره دي واقفه كده، يعني طولها يكون لفوق. فهعمل كالتالي، همسك ده مشرط، المشرط ده من افضل انواع المشارط اللي ممكن تستخدميها وانت بتشتغلي، حلوه جدا. بالمسطره هشوف طول الشجره بتاعتي كم، انا عايزاها في الطول ده كده تقريبا. هبدا هنا وهبدا اخلي بالي من المسافه دي تكون قد بعضها متساويه، وهبدا اقص. هنبدا نقص القصه من فوق، لازم تكون قد بعضها بالضبط وتوصل تبقى من هنا قد من هنا بالضبط. هقلب العمل بتاعي وهسحب دي النافذه او الشباك واتنيها بالشكل ده كده، ايدي معاها اهي لجوه للداخل، وهبدا اتني كده بحيث ان اعملها بشكل المربع كويس. وهشوف الشجره بتاعتي، هاجي لازقاها هنا كده، واحاول ان انا طالما دي طروف اعليها حاجه بسيطه بالشكل ده. ادى مكان اول شجره حطيتها، عايزه احط شجره كمان فلتكن دي مثلا بنفس الكيفيه، عايزه احطها في الجهه الثانيه في الجهة المقابلة. فبشوف برضو طول الشجرة، انا عايزة اخليها في الطول ده علشان تمسكها كويس، فبشوف طولها كم. طولها 12 سنتي، فبخلي ال 12 سنتي دول فوق، بمسك المشرط بنفس الكيفية ومسافة بسيطة تحت. خلصت القص، ببدأ أسحب للداخل وأتنيها بالشكل ده كده بحيث إنها تعمل لي المربع التاني، وأدي الشجرة التانية بتاعتي. طيب أدي رقم اتنين أو جت لها مكان. طيب عايزة كمان أحط الشجرة دي في الوسط بالشكل ده كده أو في الجنب هنا كده. الشجرة دي مش كبيرة، يعني مش كبيرة زي دول او مش طويلة، قصيرة، فمش محتاجة اعمل ده، لكن بس احدد مكانها فليكن في الجزء ده. ودي طريقة تانية للقص، فباجي هنا كده وبرسم مربع. تمام، بعمل مربع متساوي الاضلاع تماما، بشوف الشجرة بتاعتي طولها قد ايه. الطول ده مثلا كده، الطول ده حوالي 7 سنتي، ادي 7 سنتي اهي.
وبمشي شويه كمان كده، او ممكن اكبر شويه هقول لكم هعمل ايه. ادي كمان 7 سنتي، وباجي موصله دول كده بالشكل ده كويس، وبمسك المقص بتاعي باجي قص. وباجي تانية المربع ده للداخل كده، وبالمسطرة ادوس عليه تماما كده، افتح واسحب. دي بنسميها النوافذ او الشبابيك اللي بحمل عليها الشخصيات، وده فن اسمه فن هندسة الورق او طي الورق، اخترعه اول مرة عالم اسمه سابودة او فنان، وما زال لحد النهاردة بيحول كل قصص الاطفال لمشاهد متحركة او بوب ستوري. دي الشجرة بتاعتي، اقدر احطها هنا كده، واقدر كمان ارفعها هنا كده واقص من هنا كده اشاهد لحاجات تانية، واقدر اجيبها هنا كده ويبقى وراها شجرة تانية براحتي. عايزة زي ما عملت مشهد لفوق اعمل مشهد للاسفل لتحت، هاجي هنا كده وبالقلم الرصاص، وبدل ما اعمل المسافة الكبيرة دي هنا، لا هعمل المسافة الكبيرة هنا كده. والمسافة الصغيرة فوق وبالمشرط. خلاص. خلي بالنا طبعا واحنا بنقص. وهبدأ اعمل كده، اهي طلعت معايا اهي. كويس. هبدأ من هنا اتني بايدي كده وانزل بيها الى ان تنام. اشوف كل الاسطات بتاعتي مرتاحه تماما، طالعه نازله معايا مرتاحه تماما. طيب هبدا اثبت بقى، يكون عندي نوع باتكس كويس، ده نوع الباتكس اللي انا بستخدمه عشان تثبيت الشخصيات، وهبدا اثبت الرسوم بتاعتي. برضو الباتكس لحد المكان اللي انا هشتغل عليه.